هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مساء الخير. هيك كلهن سوا. اوكي، بالمقطع الاول شرحنا المقدمه على التو فاكتور. المقطع الثاني شرحنا الكلاس مالتنا اللي بداخله مستخدمين الباكجز اللي نزلناها. المقطع الثالث شرحنا بيه البزنس لوجيك وشون بنينا السيرفيسز وعشقناه ويا اليوزر مالتنا ويا الداتابيس مالتنا والكنترولر والى اخره. هذا هو ان شاء الله راح يعني راح يكون المقطع الاخير. راح نشرح بيه نسوي تيست بسيط، مجرد انه حتى انتم خاف تريدون تستون بالبوستمان او باي تطبيق اخر بالسواجر. يكون موضوع تكون بسيط وتعرفون انه شنو دا تسوون وشلون تتحققون وشنو هو البروسيس مال العمليه. هسه اول شيء انا هنا عندي طبعا هذا الاي بي اي مال بارادايس، وش ما شاء الله اي بي اي كلش كبير، اليوزر بوحده بيها قد 8 بوينتات. ما اريد احسده. نجي اول وحده اللي هي طبعا انا متاكد من الداتا بيس مالتي انه رحت على اليوزرز، ومتاكد انه انا مطفي التو فاكتور اوثنتيكيشن، مسوي له ديسيبل، وماسح السيكريت كي وماسح الريكفري كود. فهسه بدنا نشتغل كانما من الصفر. نروح على الجيت تو اف اي كيو كويري بيست از، يعني جيت تو فاكتور اوثنتيكيشن كيو ار كود از بيس 64. طبعا اني هذا الباكج مالتي حاطله توكن، والفاريبل مالتي مثبت بيه البيس يو ار ال، وبالاوثرايزيشن مثبت التوكن مالتي، على مود تعرفون انه ذني الاشياء دا اوصلها عن طريق انه انا مثبت توكن، مسوي لوجن ومطلع لوجن، يعني مسوي لوجن وراجع لي توكن وحاطه هنا. فهذني الاشياء كلها حسويهن ان اوثرايز، هذني الفانكشنات هنا اوثرايز مو انونيمس، تمام؟ فهذا اول واحد حنسوي له سند. هذا شنو اللي رجع لي اياه؟ رجع لي البيس 64، رجع لي البيس 64 مال الكيو ار اللي على شكل بي ان جي. اوكي، حاخذه كله، او هاي موجوده الكوبي، اخذه كله كوبي، تمام. بالجوجل طبعا شنو انا اللي كتبته؟ كونفيرت بيس 64 تو ايمج اونلاين، اول واحد فتت عليه. اخلي هنا البيس 64 مالتي، ايش طلع لي؟ طلع لي ايمج، طلع لي الكيو ار مالتي، تمام. حجي عن طريق الموبايل، هاي هسه دا اسوي بالموبايل ما راح يبين قدامكم. حاجي عن طريق الموبايل، فتحت المايكروسوفت اوثنتيكيتر او الجوجل اوثنتيكيتر، اثنيناتهم يشتغلن. ايش راح اسوي؟ راح اقرا الكيو ار كود، تمام. قرا الكيو ار كود عندي بنجاح، نزل بداخل الحساب مالتي، اسم الشركه او اسم الموقع بارادايز داش ستورز، الايدنتيفاير مالتي هو رقم التليفون مالتي مال حسابي، وبدت تتولد عندي كودات هاي بالموبايل. اوكي، نرجع هسه وين؟ نرجع للبوستمان. وراها ورا ما تولد الكود راح نستدعي الانيبل. الانيبل شو يريد من عندي؟ يريد من عندي كود. هسه هاخذ الكود من الموبايل واكتب ياله 734033، هذا سويته، قلت له سند. ايش قال لي؟ قال لي مضبوط، صار انيبل. وش رجع لي؟ رجع لي ليست اوف ريكفري كود. واضحه الفكره؟ رجع لي ليست اوف ريكفري كود. هسه ايش راح اسوي؟ ما راح استخدم الكود نفسه على مود ارجع اولد ريكفري كود جديده. حاخذ واحد من ذول الريكفري كود اولد بيه نيو ريكفري كود. يعني ما راح ادز له كود، حدز له ريكفري كود. اريد اتاكد هاي فعلا شغال او مو شغال. حسوي سند. تولدت عندي شنو؟ نيو ريكفري كود. واضح؟ تولدت عندي نيو ريكفري كود. هنا بعدين انه بقدر ايش اسوي؟ اقدر اروح للديسيبل. هسه بالديسيبل يا اما استخدم واحد، ها اريد ايش راح استخدم؟ هرجع استخدم واحد من الريكفري كود مال جماعه الانيبل القديمات. وين استخدمه؟ استخدمه بالديسيبل. المفروض هسه انه راحن. باعش رجع قال لي انفاليد. ليش؟ لانه هذا الريكفري كود بعد راح. من الريكفري كود الجديده لني؟ واضح ذني هن الريكفري كود الجديده، تمام. نرجع وين؟ نرجع على الديسيبل.
ايش راح استخدم هسه للديسيبل؟ حستخدم الكود اللي قدامي هنا بالتطبيق طالع بالاوثنتيكيتر. ايش قد؟ 0 8 1 9 6 6. حقول له سند، رجع لي 200، يعني صار ديسيبل. اذا ادز مرت اللوخ ايش راح يقول لي؟ هذا اوريدي ديسيبل. تمام. اذا رحت هسه على الريجنريت وقلت له ايش قال لي؟ نوت الاود. ليش؟ لان هو ديسيبل. اذا رحت على الانيبل وسويت ريكوست ايش قال لي؟ قال لي انت ما عندك فال السكيورتي كي. ليش؟ السكريت كي. ليش؟ لان انا مسوي ديسيبل ورايح السكريت كي مالتي من اروح على الانيبل. فهسه المفروض وين اروح؟ اروح على الكيو ار، ارجع اقول له سند من جديد، حيولد لي كيو ار جديد، ونرجع هكذا نعيد العمليه وتستوا ايش قد ما تريدون. هاي بعد بما انه صار كل شيء مضبوط وكل شيء تمام، بعد انتوا هاي تروحون تستون حسب اللي يعجبكم، يعني تستوا ايش قد ما يعجبكم تستوا. فخلينا نحفظ ضمن الاشياء بالبوست مان بما انه انا هسه تستتها وكملتها وياكم، وان شاء الله اشوفكم في مقاطع جديده في وقت جديد. و استمروا بالبرمجه، لا تعوفوها، البرمجه حلوه. باي باي.